الحمد لله الذي أنزل بلطفه السحاب فروى الأودية والفضاب وأنبت الحدائق وأخرج الأعناب قضى على آدم بالدم ثم عليه تاب ورفع إدريس إلى أكرم جناب ونجى الخليل من نار شديدة الالتهاب وكانت سلامة يوسف عبرة لأولي الألباب وشدد البلاء على أيوب ففارقه الأهل والأحباب وعضه البلاء حتى نادى ربه مستغيثا فجاء الجواب ارقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أيها الإخوة الأحباب، يقول جل وعلا: نحن نقص عليكم أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا الكتاب. نحن نقص عليكم نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين بمحافظة الجيزة، ونقضي معكم هذه الندوة الثقافية في بداية الأسبوع الثقافي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين ونخبة من كبار القراء والمجتهدين. وفي هذه الندوة يدور موضوعنا عن دور الشباب في بناء الحضارات. لا شك أن الشباب هو عماد الحضارات والنهضات، بهم تقوى وتبقى وبدونهم تضعف وتنتهي. والشباب أساس الأمم، تبنى بسواعدهم ونشاطهم وتزدهر بعلمهم وثقافتهم. ولذا أثنى الحق جل وعلا على الفتية الذين آمنوا في الدهر الأول وقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. أيها الإخوة الأحباب، خير ما نستهل به هذا اللقاء الإيماني المبارك آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي جابين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذوا ما لهم به من علم ولا آبائهم ما لهم به من علم ما لهم به من علم ولا لآبائهم إن يقولون إلا كذبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
من دونه إلها
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أكرم الأكرمين يا الله. اللهم علمنا منه ما نسينا وذكرنا منه ما لم نعلم وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين يا الله. هكذا أيها الإخوة الأحباب استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي جابين، ونحن نقضي معكم هذه الندوة الثقافية عن دور الشباب في بناء الحضارات. أيها الإخوة الأحباب، لن يكون للشباب دور في بناء أي حضارة ما لم يتحلى بالكفاءة الخلقية والكفاءة العلمية، وأسوتنا وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قبل أن ينزل عليه الوحي وكان يتمتع بصفات خلقية وكفاءات علمية. نلمس ذلك عندما حقن دماء القوم عندما أرادوا أن ينقلوا الحجر الأسود ويضعوه في مكانه بالكعبة. كذلك لقب صلى الله عليه وسلم منذ صغره وفي شبابه بالصادق الأمين. قل للشباب رسول الله قبلكم قد جالد الدهر لم يسكن ولم ينم وبات يستنزل الأرزاق عاصية لم يترك السعي من كد ومن ألم. رأت خديجة فيه طاهرا ثقة عفا تبرأ عن أطماع مغتنم فأسلمته زمام المال راجية منه النماء وموفورا من القسم. أيها الإخوة الأحباب، نستمع الآن إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وأصحابه الأخيار الميامين، ورحم الله من جاء بعدهم وشملنا معهم برحمته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، يجمعنا هذا اللقاء الطيب المبارك في هذه الساحة الطيبة الطاهرة حول مائدة العلم التي تحمل لواءها وزارة الأوقاف المصرية، عمل مبارك رائد تقوده وزارة الأوقاف، تحيي المساجد بليالي العلم وليالي الذكر. فتحية طيبة مباركة إلى هؤلاء الرجال الأكارم الذين يفكرون ويخططون ويعدون، ثم نجلس بين أيديكم
لننفذ. جزاهم الله عن العلم وطلابه وعن الدين وأحبابه وعن الأمة وأهلها جميعا خير الجزاء. الموضوع اليوم عن الشباب، حديث ذو شجون، فالشباب عماد الأمم وذخرها وكنزها الذي تعتمد عليه. هم عدة اليوم وأمل المستقبل، هم حملة الراية، هم البنات المشيدون والعمار العاملون والبررة المخلصون، بهم تعمر الأوطان وترتفع رايتها وتعلو كلمتها ويمتد سلطانها. الشباب، وما أدراكم ما الشباب؟ الشباب هم الذخر والعماد الذي نعتمد عليه ونركن إليه ونؤمل فيه، لكن شريطة إعدادهم وشريطة حسن القيام عليهم وشريطة احتضانهم والاقتراب منهم، معرفة ما يدور في أخلاقهم وما يعتمل في نفوسهم، نلبي ما يطلبون ونكون معهم على ما يرغبون. الشباب حديث القرآن والسنة عن الشباب معروف لنا أو لبعضنا. الآيات البينات التي استمعنا إليها من قارئنا الكريم عن فئة في زمن من الأزمان يصفهم بأنهم فتية، شباب في مقتبل أعمارهم. ماذا قدموا؟ آمنوا بربهم، قدموا الإيمان. وإذا قدم الشاب ما عنده أتته الهداية، وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. فأول إعداد للشباب هو إعداد الإيمان، اليقين. الإيمان إذا تربع في قلب صاحبه ما أمره إلا بخير، وما دفعه إلا لمكرمة، وما حال بينه وبين مكروه إنه الإيمان يحول بين المؤمن وبين ما يعاب خلقا ودينا. يعرف قيمة حياته وقيمة وقته وقيمة ما أقيم فيه، قيمة عمله. هذا هو الإيمان، الإيمان الذي غرسه نبينا صلى الله عليه وسلم في قلب الشباب عندما قال مخاطبا أنموذجا منهم كان زينة الشباب ودرة الغلمان، هو سيدنا ابن عباس لما كان رديف نبينا صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات. أراد أن يوقفه على معالم الإيمان، على حدود الاعتقاد، كيف يقوي قلبه، كيف يقوي جنانه،
كيف يربط على فؤاده؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله ويقوي يقينه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يقين ما أحوج شبابنا إليه. إن الشباب هو بداية التحصيل، ما بعث الله نبيا إلا شابا مقتبل العمر مقتبل الحياة. النقش فيه كالنقش على الحجر، تعليمه وتهذيبه وتربيته تبقى وتستمر. الاستثمار فيه أعظم أنواع الاستثمار، الشباب وإعداد الشباب وتنمية الشباب. نعم الله عز وجل يحدثنا عن سلة من الأنبياء للإيضاح. هذا نبي الله يوسف عليه السلام يقول عنه: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهنالك في سورة القصص يتحدث عن سيدنا موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وعن يحيى عليه السلام: وآتيناه الحكم صبيا. إنها بداية التكوين. من هنا ينبغي أن نحتفي بشبابنا، أن نكون بجانبهم، أن نقدمهم. واجبنا الحديث فيه يطول، لكن دعوني أتحدث عنهم وعن واجبهم. إن قصرنا نحن معهم فلا يقصرون هم في حق أنفسهم. يعني على الشاب أن يبدأ بإعداد نفسه، كما نقول يحفر في الصخر. نعم لأنه إن تعب اليوم استراح غدا، وإن عرق اليوم ليأتيه بالرفاه غدا. لو اشتغل على نفسه الآن كان شيئا مذكورا في المستقبل. لا يعلق تخاذله وتكاسله وابتعاده عن أداء واجبه على شماعة الظروف. فلا تواتي الظروف أحدا في كل مكان، وبقدر ما يتعب يجد، وبقدر ما يجد يجني، وبقدر ما يعلم يحصل. نعم وإن الأبواب مفتحة وإن السبل ميسرة، لكن نحتاج منهم إلى البارعين، إلى النابهين، إلى المجدين، إلى المخلصين، إلى العاملين. هكذا استفاد منهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فكل الذين كانوا حول نبينا كانوا أقل منه سنا، وهو في عز، بين قوسين في عز شبابه، بعث نبينا في سن الأربعين. ما آمن به أحد في بدء دعوته كان أكبر منه سنا إلا زوجه أم المؤمنين السيدة خديجة، تكبره ب15 عاما. أما من كانوا معه من المؤمنين كانوا شباب، كانوا أطفالا. هذا سيدنا علي، هذا سيدنا ابن عباس، هذا سيدنا أبو بكر أصغر منه سنا،
سيدنا عمر أصغر منه سنة، عدد ما شئت من صحابته تجدهم لا يتجاوزون 30 إلا قليلا، كسيدنا أبي بكر وغيره، لكن معظمهم كانوا أقل من 30. شباب ركن إليهم واعتمد على الله عز وجل، واعتمد بعد الله عز وجل عليهم، حملوا مشعل دعوته، أول داعية يرسله يحمل رسالة دعوته كان سيدنا جعفر بن أبي طالب، لما هاجر والمجموعة التي معه إلى الحبشة. جعفر كان شابا، أرسل سيدنا مصعب وكان شابا صغيرا، أرسل سيدنا معاذ قاضيا إلى اليمن وكان شابا، أرسل سيدنا علي إلى اليمن قاضيا، حتى قال سيدنا علي: يا رسول الله لا أعرف ما أقضي، يعني تأمرني أن أكون قاضيا وأنا لا أعرف أن أقضي، صغير. فضرب النبي على صدره بيده الشريفة، قال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. قال: فما أخطأت في حكم بين اثنين أبدا، لأن علمه نبينا صلى الله عليه وسلم. الشباب هذه القوة، هذا الزخ، إن الأمم تعد قوتها بكثرة شبابها وكثرة مواليدها بكثرة خصوبتها، هذه هي الأمم. نعم، وأمتنا وبلادنا تزخر بهذه المرحلة السنية المهمة التي نعمل عليها، ونأنس أن تفتح لنا أبواب المستقبل. هذه فئة، هذه الفئة فئة الشباب. وإنني قبل أن أختم كلمتي أهمس في آذانهم: ألا فاحرصوا على أنفسكم، ألا لا تجعلوا من قلوبكم وأدمغتكم هدفا للطامعين، فإن الطامعين والمخربين والمفسدين لا يستهدفون إلا أنتم، أنتم أكثر شيء يستهدف بترويج الأكاذيب وترويج الإشاعات، بخلخلة الثقة أولا بأنفسكم، وثانيا ببلدكم ووطنكم. ألا فلتعلموا أنكم هدف وهدف ثمين أمام المغرضين الذين يريدون أن ينالوا من بلادنا. ألا فلنريهم من أنفسنا أننا أهل إيمان وأهل ثبات وأهل يقين ومحافظون على بلد وعلى أوطاننا وعلى رفاهيتها وعلى تقدمها، وسنصبح أرقاما فاعلة في هذا الوطن نبنيه ونساعد في بنائه ونلتف حول قيادته لننعم نحن في النهاية. إن الدنيا من حولنا لا تحسدنا على ما نحن فيه، تحسدنا على شبابنا، تحسدنا على ثقافتهم وعلى درجة فهمهم وذكائهم. نعم، الشاب المصري والطفل المصري من أذكى شباب وأطفال الدنيا. نعم، ألا فلنحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ألا فلنحافظ عليها، ألا فلنقترب من أبنائنا. أوصي الآباء وأوصي المدرسين والمعلمين، كونوا عونا لأبنائنا، فهم المدرس هذا تلميذه يحمل الراية من بعدك، يحمل أفكارك، يحمل علمك، يبلغه وينشره إلى من يأتي بعدك. حافظ عليه، اقترب منه،
أعطه ما تود أن يبقى لك في هذه الحياة. الآباء والأمهات اقتربوا من أبنائكم، لا تجعلوا بينكم وبينهم حاجزا وسدا منيعا بدعوى الانشغال، بدعوى انشغالك في توفير ما يطلبونه وما يلزمهم. هم إلى قربك منهم أحوج، هم إلى استماعك إليهم أحوج. ألا فلنقترب من أبنائنا، فلنحافظ عليهم، فلنحاول أن نقيمهم على الطريق الصحيح. الشباب ثم الشباب، نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر هذه المرحلة العمرية ببشرى بأنه يجعل الشاب أحد سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول نبينا في الحديث المجمع على صحته فيما رواه الشيخان عن سيدنا أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويذكر منهم وشاب نشأ في عبادة ربه. نسأل الله أن يحفظ شبابنا وأن يبارك فيهم وأن يحول بينهم وبين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتقبل منا وأن يقبلنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة. وهكذا أيها الإخوة الأحباب، ينبغي أن نهتم اهتماما بالغا بالشباب، كما اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشباب، وحرص على أن يكتشف الطاقات والمواهب التي لدى كل واحد منهم. فأنجبت الحضارة الإسلامية الكثير من الشباب النابغ كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأسامة بن زيد الذي قاد جيشا كان فيه الفاروق عمر. كما أنجبت الحضارة الإسلامية أيضا محمد بن القاسم الثقفي في الدولة الأموية، والذي قام بفتح بلاد السند والهند. ولدينا الكثير من النماذج الشبابية في الإسلام. أيها الإخوة الأحباب، نستمع الآن إلى هذه الكلمة من فضيلة الدكتور السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الكريم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. فأشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم الكثيرة التي أنعم بها علينا، ومنها أننا في بيت من بيوت الله نذكر الله سبحانه وتعالى ونتدارس العلم ونقوم ببعض مسؤوليتنا تجاه شبابنا وتجاه أمتنا. الشباب هم أنتم يا من تحملون رسالة الإسلام وتبلغونها للناس اقتداء بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الشباب النماء والقوة، الشباب مرحلة قوة بين ضعفين، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
مرحلة قبلها مرحلة الطفولة وبعدها مرحلة الكهولة أو الشيخوخة. هذه المرحلة هي أطول المراحل في حياة الإنسان، والإنسان فيها يجمع بين القوة والعقل. ففي مرحلة الصبا القوة توجد دون العقل الكامل، وفي مرحلة الشيخوخة الحكمة موجودة دون القوة. فالقوة والنماء في مرحلة الشباب، ولذا هم عدة الأمة وعتادها، هم الذين يحمون الأوطان، وهم الذين يحملون رسالة الإسلام، وهم الذين يحملون الراية اليوم وغدا. ولقد فطن لذلك وهم فطناء دائما المسؤولون، حينما مكن للشباب في هذه الفترة، عندما علموا أن الشباب هم الكفاءة وهم القوة، فكان لهم التمكين، وكان حقا نظرة الناس فيهم أنهم سيجيدون فيما يوكل إليهم. وقد كان كذلك في كل المجالات، لقد كان ذلك منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا. عندما نتحدث إلى الشباب لابد أن نعي المسؤولية، لابد أن نعي المسؤولية، ويعلم كل واحد منا أنه مسؤول. ها نحن نبلغ، وكل إنسان يسمع وتبلغه الرسالة هو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى وأمام مجتمعه الذي يحيا فيه. الشباب إما تعتريهم فتنة الشبهات أو الشهوات، وفتنة الشبهة أو الشهوة قد عالجها الإسلام، لأن الإسلام لا يعالج التطرف فقط أو التشدد فقط، وإنما يعالج التسيب أيضا. وكما نستمع دائما، إذ لم نعالج التسيب لا نستطيع أن نعالج التشدد. وكل ذلك أخذناه من سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت نموذجا للشباب في العفة وفي الطهر وفي الأخلاق، خذ سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا السلام، وهو شاب عرضت عليه الشهوات، ولكنه يتذكر ربه سبحانه وتعالى ومراقبته لربه جل وعلا، فيعلم أن السجن أحب إليه، أن السجن أحب إليه مما يدعونه إليه. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إنه شاب غريب في بيت عزيز مصر، والطالبة للفحشاء هي زوج الملك، والأبواب مغلقة، ولكن الله سبحانه وتعالى، ولكن سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا السلام يعلم أن الله يراه وأنه مطلع عليه. دواعي المعصية موجودة، ولكن مراقبة الله في قلبه أشد وجودا. فسيدنا يوسف عليه السلام وسورته في القرآن الكريم مثال للعفاف والطهر في مرحلة الشباب. فإذا مكن له في الأرض وقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فيقود العالم جميعا بحكمته إلى أن يتجاوز السنية العجاب بخطته عليه السلام. العفة والطهارة
يعلمنا إياها أيضا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينادي الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية. وعندما يأتيه شاب يستأذنه أن يرخص له في الزنا وهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم، كما قال أحد الصحابة: ما رأيت معلما أحسن منه صلى الله عليه وسلم. يأتي بالشاب ويسأله: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وهو في كل ذلك يقول لا، ثم يدعو الله سبحانه وتعالى له أن يطهر الله قلبه ويحصن فرجه، فكان أبغض شيء إلى الشاب بعد ذلك هو الزنا. علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم العفة وعلمه الطهارة. وعندما يظن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد في سبيل الله هو فقط القتال بين الكفار والمشركين، فيروا شابا فيقولون أمام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ويح هذا لو كان في سبيل الله. فيعلمهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أي هذا الشاب إذا كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على ولده أو ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. أرأيت هذا الشاب وكل شاب يخرج إلى لقمة عيشه يبحث عنها يعمل ليكف نفسه عن المسألة ويتصدق ويأتمر بأوامر الله سبحانه وتعالى، إن هذا يعلمنا إياه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشاب في قوته وجلده عندما يستخدم شبابه وقوته في البحث عن لقمة عيش أو مساعدة الناس. وفي سيدنا موسى عليه وعلى نبينا السلام المثل حينما استخدم شبابه وقوته في مساعدة المرأتين، ولما ورد ماء مدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تزودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فيستخدم قوته ويستخدم شبابه في مساعدة الناس. هذا نموذج لشباب استخدموا شبابهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما من ناحية الشبهات فقد تعتري الشاب شبهة فلا بد أن يسأل، ولا بد أن يسأل أهل العلم، ولا بد أن يسأل أهل العلم الموثوق بهم. لا غرض لهم إلا الإصلاح، لا يريدون إلا الإصلاح، ليس في أجندتهم شيء إلا طاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى بيوت أزواجه ثلاثة رهط سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم
تقالوها أي عدوها قليلا، ثم ادعوا مبررا من تلقاء أنفسهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقل من العبادة لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثاني وأنا أصلي الليل ولا أرقد، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. أسألك سؤالا، لو لم تعلم هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم ذلك، وجاءك رجل شاب يقول لك أنا أصلي الليل ولا أرقد، أو قال آخر أصوم الدهر ولا أفطر، تقول له نعم الرجل أنت، أو يقول الثالث المرأة قد تشغلني عن العبادة فأنا لا أتزوج النساء، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصحح لهم تلك الشبهات، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه علم ما في أنفسهم عندما قالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه، فرد عليهم أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعلمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما استخدم الشباب أسامة بن زيد يخرج إلى جهاد في سبيل الله وهو قبل 18، حتى أنه كان هناك من يعترض على خروجه، ولكن صحابة رسول الله لا بد أن ينفذوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أبوه زيد عند جمع القرآن، عندما جاء سيدنا أبو بكر ليجمع القرآن أشار عليه عمر بجمع القرآن، فقال كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما شرح الله صدر أبي بكر وصدر عمر جيء بزيد بن ثابت، ما مقوماته لكي يؤتى به ليجمع القرآن؟ يقول له سيدنا عمر إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها شروط الوظائف التي توضع، إنها شروط السن، مرحلة الشباب، إنك شاب، مرحلة أن يكون هذا الشاب يفهم الكفاءة، عاقل، الفيش والتشبيه ليس فيه شيء، لا نتهمك، والخبرة، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قم فتتبع الوحي فاجمعه، فيقول لو كلفوني نقل جبل كان أهون علي من جمع القرآن الكريم. إنهم الشباب الذين علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين حملوا الراية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل الإسلام إلى كما هو مشاهد اليوم. أيها الشباب، أكرر رسالة أستاذنا إليكم، أنتم مسؤولون عن دينكم وعن مجتمعكم وعن أخلاق المجتمع، فبالأخلاق تبنى الأمم. مرحلة الشباب هي مرحلة قد تولي ولا تفعل فيها شيئا، فتندم على فواتها في غير طاعة الله سبحانه. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، فاستغل هذه المرحلة لأنك ستسأل عنها مرتين يوم القيامة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن
عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. والشباب داخل في مرحلة العمر، ولكنها مرحلة القوة ستسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا ويهدي شبابنا ويهدي أبناءنا وبناتنا. آمين آمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا أيها الإخوة الأحباب، استمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الدكتور السيد مسعد السيد، مدير مديرية أوقاف الجيزة. على الأخلاق خط المجد وابنه، فليس بغير هذا المجد ركن. ونقول للشباب: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولن تكون هناك قوة للشباب ما لم يتحلوا بالعفة ويتسلحوا بالعلم. فالعلم والأخلاق أساس بناء الحضارات والنهضات. إلهي يا بديع الكون، خذ بيدي لمرضاتك. لقد أدركت أنك واحد فرد بآياتك. إن أكن صفرا فأنت الله في ذاتك. ضللت الدرب من ضعفي فأدركني بقدراتك. أرحني إلهي، إنني قلبا يتوب إلى مناجاتك. نستمع الآن إلى هذه الأدعية والابتهالات مع المجتهد الشيخ محمد الجزار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من أين أبدأ والحديث غرام؟ فالشعر يقصر والكلام كلام. من أين أبدأ؟ من أين أبدأ والحديث غرام؟ فالشعر يقصر والكلام كلام. من أين أبدأ في مديح محمد؟ لا الشعر ينصفه ولا الأقلام. من أين أبدأ في مديح محمد؟ لا الشعر ينصفه ولا الأقلام. هو صاحب الخلق العظيم على المدى، هو قائد، هو نقول
يا سيد الرسل الكرام تحية من قلب عبد عاشق تواب لما تبارى المادحون لنوره وخجلت من عجزي مع السباق يا سيد الرسل الكرام لما تبارى المادحون لنوره وخجلت من عجزي مع السباق لما تبارى المادحون لنوره وخجلت وبكت عيوني قلت يا نفس داعي عن العشاق إني أحب محمدا إني صلى عليه النبي يا حاضر الله الله أعلم وعلم اليقين النبي يا حاضر أعلم وعلم اليقين أن رب العالمين أوجب الصلاة عليه النبي صلوا عليه.
وينال البركات كل من صلى عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد وسلم. روضة الهادي نبينا هيئت للمتقين. روضة الهادي نبينا هيئت للمتقين. كل من قالوا راضينا كل من قالوا راضينا كل من قالوا رضينا بالحبيب مولاي محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. البعير يشكو المجاعة للنبي بين الجماعة. البعير يشكو المجاعة للنبي بين الجماعة. قال يا مولى الشفاعة قال يا مولى الشفاعة كن شفيعي يا محمد. صلى الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نادت الهادي غزالا تشتكي تبدي مقالا. نادت الهادي غزالا تشتكي تبدي مقالا. نادت الهادي غزالا تشتكي تبدي مقالا. يا إماما للرسالة يا إماما للرسالة كن ضميني يا محمد. صلى الله على صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلوا عليه. اللهم صل وسلم له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء. عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء. إخوة الإيمان
بهذه الأدعية والمدائح النبوية التي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ محمد البزار، نصل إلى ختام هذه الندوة والتي تحدثنا فيها عن دور الشباب في بناء الحضارات، وقد استمعنا إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ محمد علي جابين، وإلى كلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، كما استمعنا إلى كلمة من فضيلة الدكتور السيد مسعد السيد مدير مديرية أوقاف الجيزة. أيها الإخوة الأحباب، حتى نلتقي بكم في لقاء إيماني قادم، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.